بسم الله الرحمن الرحيم. ده ميعاد حلقتنا الأسبوعية لاستعراض كل الأفلام الأجنبية في كل السينمات المصرية، وتحديد ترشيحاتنا لهذا الأسبوع للأفلام التي تصلح للمشاهدة السينمائية وترتيب هذه الأفلام. احنا بنعتمد في معرفتنا بالأفلام المعروضة على موقع السينما.com. ترشيحاتنا للأفلام بتعتمد على إما مشاهدة للفيلم وتقييم له، أو قراءة للآراء النقدية للفيلم في المواقع النقدية المعتبرة زي موقع انترنت موفي داتابيز imdb.com وموقع rottentomatoes.com. بناخد فكرة عامة عن الأفلام اللي احنا ما شفناهاش عن طريق التريلر. بناء على كل العوامل اللي فاتت دي بنقيم ونرتب الأفلام طبقا للأقيم فالأقل قيمة في المشاهدة السينمائية. دي الأفلام اللي احنا استبعدناها من الترشيح المشاهدة السينمائية في الأسبوع ده بعد الفاصل.